نروح للتعليم وتحديدا لسنه رابعه ابتدائي. طبعا سنه رابعه ابتدائي مشكلتها كبيره واتكلمنا فيها كتير، والناس كلها دلوقتي اي ولي امر او اي اسره عندها طفل او طفله في رابعه ابتدائي بيتكلموا عن صعوبه المناهج، ويمكن زميلي العزيز شردي اتكلم قبل كده في البرنامج عن الملف ده. لكن احنا عندنا بقى انه سهله او صعبه المناهج بتاع سنه رابعه، لكن عندنا امتحان رابعه ابتدائي ان شاء الله هيكون بكره باذن الله تعالى. وزاره التربيه والتعليم بتقول ان الامتحان هيبقى عادي جدا جدا خلال اليوم الدراسي، والمدارس هتحدد الحصه، كل مدرسه يعني هتحدد الحصه اللي هيبقى فيها الامتحان، لكن طبعا بيبقى دايما الافضل ان يكون الامتحان في الحصص الاولى، ولاد كده يعني ايه لسه جايين وفايقين وبكمل نشاطهم يعني. فالمهم امتحان رابعه ابتدائي بكره ان شاء الله، وخلال اليوم الدراسي هيتم طبعا تحديد في اي حصه وفقا لكل مدرسه. معانا على التليفون استاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم والصحفي المتخصص الحقيقه من سنوات طويله في ملف التعليم. مساء الخير يا استاذ رفعت. مساء الخير يا استاذه لبنى، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. انت شايف استاذ رفعت موضوع رابع ابتدائي ازاي؟ لا زي ما حضرتك قلت دلوقتي يا استاذه لبنى، اولا المقرر اتوضع ودرس مع بدايه العام الدراسي. نعم حدث هناك نوع من الرفض والانتقاد من قبل معظم اولياء الامور وبعض المدرسين، وده كان له اسباب. المدرسين تحديدا. نعم المدرسين. ليه حضرتك برضو اولياء الامور؟ اولا لان مش متعودين على التغيير بالنسبه للمقررات، وكانوا بيشرحوا لابنائهم في البيت ولا حاجه على مستوى معين. عمليه التطوير والتحديث في التعليم تجعل من المؤكد ان اللي ممكن كان بيدرس لينا مثلا في سنه اولى اعدادي ولا ثاني اعدادي ممكن ينزل مع تطور الدراسه على مستوى العالم في مجال العلوم والرياضيات لسنه رابعه او سنه خامسه. فاولياء الامور اللي كانوا بيشرحوا لاولادهم في مستوى سنه رابعه المناهج التقليديه مش متعودين. بنقول ده احنا الكلام ده خدناه واحنا في اعدادي، ازاي الولد ماشي، انما ما لابد يحدث تطوير، وممكن بعد 10 15 سنه اللي بيدرس سنه رابعه ابتدائي دلوقتي في اولى ابتدائي ولا ثانيه ابتدائي. هو ده تطوير التعليم. المدرسين بقى حضرتك برضو كان هناك خطا من بس معلش قبل المدرسين، هل يعني قسنا يعني احنا كلام امور بنقيس على نفسنا ان احنا خدنا الكلام ده واحنا كبار مش قدهم، لكن عقليه او مدى استيعاب الطالب لطبيعه المناهج دي اللي احنا درسناها في سن متقدم قدرنا نقيسها او نشوف مدى استيعابهم او يعني استوعبوا الموضوع عرفوا يتعاملوا مع المناهج دي ولا لا؟ اولا اللي ما درس للتلاميذ يا استاذه لبنى في سنه اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي كان يؤهلهم للتعامل مع مناهج سنه رابعه بشكل صحيح وطبيعي جدا، لكن جائحه كورونا هي اللي صعبت من الموضوع شويه، لان سنه ثانيه وسنه ثالثه هنا لم يعد التلاميذ بشكل جيد، وكانت عارف حضرتك موضوع الابحاث وعدم الحضور المدرسه وعدم الشرح هنا جعل هناك شعور بالصعوبه، لان الاولاد ما تعلموش كويس على مدى نقول السنتين الماضيه. بالنسبة للمدرسين، مدرسين احنا عندنا عجز 320 ألف مدرس على مستوى الجمهورية، ومعظمهم في مراحل التعليم الأولى اللي هي المرحلة الابتدائي والإعدادي، لأن احنا ما عيناش مدرسين منذ ما يقرب من 20 سنة، وأوقفنا التكليف من خريجي كليات التربية منذ هذه الفترة، وعشان كده أنا بقول بس لا احنا كان معانا بالعقد وبالقطعة أو بالحصة بالضبط العقد، ولكن مفيش تعيينات. أنا عارف تماما الحدث، مفيش تعيينات حتى ما طرح مؤخرا لسد العجز طرح بشكل للأسف وكان غير مقبول لا بالمنطق ولا بالعقل، وفيها نوع من الإهانة للمدرس نفسه اللي هيقبل ذلك، إن أنا أجيب المدرس بحصة بعشرين جنيه أو يأتي متطوعا. ليس هذا حل وليس هذا هو يتفق وتطوير التعليم. لكن أرجع تاني، أنا بقول لحضرتك الجزء الأكبر من المدرسين حاليا شاخوا في مواقعهم وأصبحوا اقتربوا على سن المعاش، لأن أنا ما بعينش ما يقرب من 20 سنة. العجز ده
وبرضو عدم تدريب المدرسين على هذه المقررات الجديدة جعل هناك نوعية من المدرسين تنضم لأولياء الأمور مش عارفين يشرحوا المعنى كما حدث بالنسبة لمقرر سنة رابعة. إنما سنة رابعة في النهاية يا أستاذة لبنى هي سنة نقل عادية، والتطوير لابد أن يتم في مجال العلوم والرياضيات، والخبراء الذين وضعوا هذه المناهج لسنة رابعة يعلموا تماما أن دول تلاميذ سنة رابعة وإن دي يتفق مع عقلياتهم، وبالتالي لابد أن يعدوا لما بعد ذلك لما سيتقرر عليهم في سنة خمسة ابتدائي سنة أولى. يعني خلاصة القول يا أستاذ رفعت أن إحنا ما نقسش على نفسنا إحنا كأولياء أمور أو على بالضبط. مدرسين ما تدربوش على طبيعة المناهج دي بالضبط، وهي دي كانت المشكلة. طيب بس الولاد هيقول لك طب أنا مين هيشرح لي إذا كان ولي الأمر مش عارف أو المدرس مش قادر؟ ما هو حضرتك دلوقتي المدرسة أو التربية والتعليم بدأت تدي دورات سريعا للمدرسين عشان يتدربوا هم، ممكن المدرس يستوعب المقرر بسهولة بس هو فوجي بيها فوجي بالمقررات، ولهذا الأمور ستسير بشكل طبيعي إن شاء الله، وتستمر عملية التطوير والبناء التراكمي في المعرفة إلى أن نصل إلى حد. طب الأهالي وبكرة والمتخوفين من الامتحان، هو حضرتك هم متخوفين من داخل سنه اولى ثالثه ثانوي، انا داخل امتحان نقل وفي منتصف العام الدراسي ولطالب السنه الرابعه او مش هيأثر على حاجه، ومرحله نقل لن يؤثر على بالعكس انا بدربهم على كيفيه امتحان نهايه السنه، وحتى امتحان نهايه السنه ليس شهاده بل هو سنه نقل عاديه زيها زي سنه ثالثه ابتدائي زي سنه خمسه ابتدائي وهكذا. تمام. شكرا استاذ رفعت، بشكرك شكرا جزيلا استاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم المتخصص في ملف التعليم.